اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن عماد مشرفني منورتي. اهلا بيك يا سيدي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مر حضرتك ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ لله. الحمد لله. تفاجأت بهبوط المقاولين ولا الدنيا عادي؟ لا مش عادي طبعا. نادي المقاولين نادي كبير ونادي ثالث نادي في مصر في تاريخ في البطولات، نادي كل أندية مصر تحسده على البنية التحتية اللي موجودة وعلى الإمكانات اللي موجودة. لا طبعا بالنسبة لي مفاجأة وحاجة مش جميلة. يعني النادي المقاولين لما هبط من 20 سنة أو من 19 سنة تقريبا قعد سنتين في دوري الدرجة الأولى ورجع ببطولتين كإنجاز لنادي المقاولين، كأس مصر سوبر مصري، وكمان كابتننا الكبير طبعا الكابتن حسن شحاتة من نادي المقاولين لمنتخب مصر. فنادي المقاولين مش هو اللي اتحط في الظروف دي، لكن الكرة فيها طبعا كل شيء. كان في تقصير من بدري، جينا في وقت كان صعب، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نشتغل، ادينا الحمد لله بشكل كويس، ويمكن الناس شافت الاداء الحمد لله كان بشكل كويس. كل الاجهزه الفنيه اللي اشتغلت كلها اكيد كانت عايزه تنجح مع نادي المقاولين، وكلها اسماء كبيره بدايه من الكابتن شوقي غريب لكابتن محمد عوده لكابتن معتمد لعماد النحاس. كل دول اي حد فيهم سهل جدا نادي المقاولين يقعد معاه في الدوري. يعني ايه اسباب هبوط المقاولين؟ يعني هقول ان كان من وجهه نظري، يعني انا هتكلم على خلال الشهر اللي انا شفته، يعني حاجات كتير مش هقول ان هي سوء توفيق بس، لكن ممكن اختيار لعيبه، مشاكل اداريه، في ناس هي واخده ثقه الاداره وثقه الاشراف على الكوره للمهندس محمد عادل والمهندس محسن صلاح ما تاخدش الثقه دي، ضرت كتير النادي وعملت حاجات انا بشوف ان هي عملت جاب كبير ما بين مجلس الاداره او اداره النادي واللعيبه. والكلام ده انا شفته، مش حد بقى هيحكي لك الكلام ده، ان اللعيبه صعب ان انت تيجي من شهر ثلاثة في بندك بسيف في اللائحه بيقول ان النادي لو هبط خصم 25% من قيمه تعاقد اي لعيب. البند ده اتعمل في جواب رسمي اتبعت بعلم الوصول لكل لعيب على عنوان بيته، ان انت هتاخد ال 50% هتخصم منك 25% في حاله الهبوط، ولسه ليك مشاركه لما الدوري يخلص هتاخد المشاركات. من شهر ثلاثة تقريبا اللعيبه ما بتاخدش فلوس، الناس اللي هي خدت ال 50% من العقد، من توتال عقدك يعني. فاظن ان ده كان الجاب اللي حصل، وده من الناس اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي يعني واخده ثقه كبيره جوه النادي، وهي ما تستاهلش الثقه دي، وشغاله من بدري واشتغلت مع كل الاجهزه الفنيه، فبحملهم جزء كبير من الهبوط لنادي المقاولين. بقى الامور كلها يعني طبيعي لما انت ما تبتديش الموسم كويس، طبيعي لما انت تغير في الاجهزه الفنيه، طبيعي لما يجي عليك يناير وتتعاقد مع لعيبه تانية وتحاول ان انت تشتغل مره تانية مع تغيير الاجهزه الفنيه. لكن برضو حتى قد ايه يا كابتن؟ شهر، ست ماتشات. طب انا سالت المهندس محمد عادل واتكلمت معاه في الموضوع ده، وقال لي عماد النحاس مكمل حتى لو هبطنا هو مكمل معانا. واكيد حضرتك وانت رايح كنت عامل حسابك ان الفرقه اعداء ونازله. والله انا من اول يوم، اول ما بدانا كلام، ان الفرقه نزلت وكان فاضل 8 مباريات، لان كان مع الثمان مباريات كان في ماتشين كبار مع النادي الاهلي ونادي الزمالك. وحسابيا، وهو كمان باشمهندس عادل كان شايف ان هي نفسيا واللعيبه. طب ايه اللي مشاك بقى؟ ما كملتش تحت ليه؟ ما كملتش تحت ليه؟ دي حاجات بقى من الحاجات اللي فيها مفاجاه. يعني هل القرار هو قرار بالتراضي ما بينه وما بين النادي، وحضرتك عارف العلاقه اللي تربطني بالنادي المقاولين العرب بحكم ان انا راجل اشتغلت الحمد لله فتره كبيره مع نادي المقاولين ونجحت كمان، وفتره انا بعتز بيها جدا، وبقول ان نادي المقاولين النادي الكبير اللي عمل اضافه كبيره لاسم في مجال التدريب على مدار الثلاث مواسم واكثر اللي اشتغلتهم في النادي، وصلنا فيها لرابع الدوري المربع، وبعدين لعبنا فيها في افريقيا. كان طبيعي لما المهندس محمد عادل يتكلم معاك ان انت تبقى متواجد تاني في نادي المقاولين رغم الظروف الصعبه. الكلام كان على الثمان مباريات والجزء بتاع لو الفرقه هبطت ان انت هتكمل ولا مش هتكمل. انا كان عندي احساس ان الموضوع بينه وبين المهندس محمد عادل كان يعني شبه خلصان. يعني الجديد ان بعد تاني مباراه، اول مباراه كانت انبي تعادل 1-1، مباراه فيوتشر والخساره 2-0،
او 2-1 اسف، كان طلبت من انا والمهندس محمد عادل ان احنا نقعد مع المهندس محسن صلاح عشان نتكلم على الترتيب للموسم الجديد. كان ظروف المهندس محسن صلاح مش موجود، في سفريه في الامارات، وفي مره تانية كان في الساحل. مع الايام بتعدي، مع المباريات، مع تعادل المصري، فادى كل وقتها كابتن سيف تتعادل او مكسب نادي الزمالك او تعادل المصري يدخلك اللعب مره تانية، وتقول المباراه اللي جايه دي انت لو كسبت هتكمل. ودي برضو من المشاكل الموجوده من بدري. يعني انا حسيت من بعد مباراه فيوتشر وان القعده دي اتاخرت كتير، ان ممكن يكون في اختلاف وجهات النظر في حته ان انت تكمل تحت او لا ما بين المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل. ده وجهه نظر انا، لان انا شايف ان المهندس محمد عادل بناء على كلامي معاه ان انت موجود وان انت مكمل، وبدانا بالفعل نشتغل، وبدانا بالفعل نمضي لعيبه، وبدانا بالفعل نحط ايدينا على لعيبه. بس يعني ازاي هيختلف مع حضرتك؟ ده جابوك عشان ده اللي انا اتفاجئت كم ماتش وعشان تكمل تحت. والله يا كابتن سيف هو ده بالظبط اللي انا اتفاجئت بيه. لكن خلينا، انا كان يعني انا بدل فتحت في جزء المشاكل قلت ان في حد جوه النادي من فتره كبيره واللي نيته مش كويسه وربنا يهديه، يعني انا سميته الصندوق الاسود اللي في النادي، ممكن يكون مصعب الامور وبيقول كلام في ظهر كل الناس اللي اشتغلت. يعني لان واضح ان زي ما قلت لك كل المدربين اللي اشتغلوا عارفين الكلام اللي انا بقوله ده كويس. بس فاجئتني، انا دايما معتقد ان اجواء المقاولين من جوه جميله، اجواء هاديه وتنجح اي حد، وده اللي خلاني اخد الخطوه وارجع تاني نادي المقاولين من الثقه الكبيره اللي انا شايفها وعارفها واساليب النجاح اللي اتنجح جوه. محمد عادل شخص محترم جدا، وحضرتك عارف العلاقه اللي بينه وبينه، وانا بعتبره يعني في مام والدي بالظبط. فانت خدت القرار ان خلاص، وكل شيء بالعاطفه. ما يعني طبيعي ان لما حد بيبقى رايح في وقت زي كده انت بتبقى مامن نفسك انت كان عندك استعداد تشتغل تحت. ما كانش بالنسبه لي نادي المولين يا كابتن سيف مش هيترفض ولا فوق ولا تحت. لا انا بتكلم بصفه عامه دلوقتي ليه انا. ما كانش هيبقى في مشكله طبعا، ما هو ده كان الكلام يعني الاول. فاتح المجال دلوقتي تحت وفوق. كان رقم واحد هو نادي المولين، غير كده انا اتعرض كتير دوري محترفين وانا اعتذرت. مش هقول ان انا رفضت يعني عيب، لكن انا اعتذرت لان انديه برضو كبيره. يعني انت يعني انت حتى لو جالك عرض تحت يا كابتن ما تمرنش؟ لا لا، في الوقت الحالي لا. لكن انا كان الكلام في نادي المولين يعني. طيب نرجع بقى نتكلم على الاهلي والزمالك، الدوري المصري، وعايز اكلمك شويه كده عن الكوره، ميعاد الكاس، سياسه اداره الكوره. مالك في رايي؟ ده سؤال يعني هرجع اخد رايك بعد الفاصل. بس دي تعبيرات وشك قلبت كده. لا لا، كنت يعني هرد على طول. ايه الرد؟ لا يعني صعب، زي انا سامعك في الانترو بتتكلم على 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 اللعيبه. لا مفيش لعيبه يقدر يستحمل 12 شهر متواصل، صعب جدا. صعب يعني حتى وانا موجود في خلال الماتشات دي، لا صعب. وكان من ضمن الكلام اللي بيقوله للعيبه يعني نزل من على دماغك شويه المشاكل وخلاف عشان تعرف تركز. انت معذور، الحشو كان كتير قوي قوي بصراحه. كابتن نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى ونكمل حديثنا ونتكلم شويه على الاهلي والزمالك الدوري المصري. تمام. شايف قرار مشاركه الزمالك في الكاس كان قرار مظبوط؟ المشاركه بالناشئين صح؟ تريح اللعيبه الكبار صح؟ من وجهه نظر ان دي كانت بطوله، بما ان الموسم السنه دي مش افضل شيء بالنسبه لنادي الزمالك، ان دي كانت بطوله متاحه بالنسبه لك خاصه بعد اعتذار نادي الاهلي. وفي نفس الوقت المدير الفني بيفكر في الموسم الجديد زيه زي النادي الاهلي، السوبر الافريقي، الاهلي ارتاح، انا ما ارتحتش، اللعيبه هتبقى مجهده، البطوله تخلص في 30/8، هيبقى الوقت ال 27 يوم هتدي اجازات امتى؟ لا. لكن بس بدل خدت قرار المشاركه كان المفروض يعني فول تيم، عشان دي بالنسبه لك بطوله. ما ينفعش الموسم بالنسبه لك تبقى في كل شيء ما خدتش حاجه السنه دي. في الدوري انت بعيد، السوبر المصري ما كنتش موجود، كاس مصر الموسم القديم اللي اتلعب السنه دي خسرته مع النادي الاهلي، ادائك في الدوري، تغيير برضو في الاجهزه الفنيه، وبعض المشاكل اللي عاش فيها نادي الزمالك شويه. انا بشوف ان البطوله دي كانت ممكن
يبقى فيها حلول لنادي الزمالك وتديك دفعه كمان للموسم الجديد. بس دي يعني وجهه نظر يعني. لكن انت تشارك بالناشئين في ماتشات الدوري علشان تكتشف لاعب او اثنين يعني. احنا كان عندنا احمد الشناوي ومحمد الشناوي، النهارده عندنا محمود الشناوي، جون واحد ويبقى مستقبل. رايك ايه يا كابتن في اللقطه دي للزناري؟ لان انا وقفت عندها في الانترو. طيب انا هلوم طبعا على الزناري، وسمعت حضرتك وانت بتتكلم ان هو مش لعيب صغير، لكن انا حابب ان لو اللقطه من الاول بس 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 هو يا ريت بس لو وقف هنا. بص الراجل شيكا ده كان جاي منين؟ يعني صعب في الدقيقه 96 ونادي كبير وحسام عبد المجيد وزناري وروى وفاضل 10 ثواني او 5 ثواني والشكل يبقى كده. طبيعي ان فرقه الجيش يبقى فيه اثنين معلقين. كابتن سيف لو رجعت الكره من الاول، جود ونشيكا ده ورا المدافعين واقف على نص الملعب. دي انا يعني انا مش شايف إن بس هنا. بص الراجل كان جاي منين؟ الكره دي لو تطفيشه اساسا في ظهر المدافعين، جود ونشيكا يروح يجيب جون مرتاح برضو، انفراد من نص الملعب. ده ايه؟ عشان طبت عند حسام وحسام متعامل مع الكره ككره عاليه هوائيه، ان انا اطلع العب بدماغي وان انا راجل طويل، ما لمس راحت الكره طبعا لحمدي، وحمدي عنده خبرات اعلى من الزناري، لكن هو طبعا خدمه طبعا نزول على الارض في وقت زي كده. انا فاكر وانا عندي 21 سنه مع الزناري، ممكن يكون اكبر في الوقت اللي احنا فيه حاليا. تقريبا الزناري حاليا 24 لو ما كانش 25 سنه كابتن. وكان الكابتن جمال عبد الحميده اللقطه كابتن كابسيف، انا هبدا ادي لحضرتك بس يعني حلل اللقطه دي ومعلومه انا سمعتها من الكابتن الكبير كابتن جمال عبد الحميد وانا في سن ال 21 سنه وانا في اسوان في بدايتي وانا اخر واحد في الملعب، ما تنزلش على الارض. فانا كان سؤالي انا راجل جاي من الدرجه الاولى، جاي من مركز شباب مغاغه، ان انا اروح اسوان والعب دوري ممتاز، وكابتن جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وكاس العالم 90 هو اللي بيديني المعلومه، فلازم تقعد في دماغي لغايه يوم هذا وانا قاعد وانا بتكلم مع حضرتك. ما تنزلش على الارض غير وانت ضامن مليون الميه مش 100% ان انا هاخد الكوره، ان انا نزول على الارض يعني انا خلاص وما خدتش الكوره انا طلعت بره اللعب. وده اللي حصل يعني. ده اسهل شيء في الكوره يعني. فانا حتى انا بقولها انا شايف اربع قرارات لمدافع الزمالك ياخدها من بدري. انت مدافع الزمالك طلعها على بره، اجري معاه سبرنت، اقفل الزاويه، كل حاجه تمشي يا كابتن. الا الحل بس كده، بس من هنا خلاص. هو هنا كتف في حمدي ما فيهاش فاول وهاخد الكوره، كتف قوي مع حمدي زي اقوى من كده، اختل توازنه مش هيقدر يكمل، ويبقى بالتركيز ده عشان يفنش كده. ما هو ده تفنيش يعني. انا مركز، ده مش بيخلص من الكوره يعني. انت حتى ان انت تطلعه بره تركيزه انت ما وصلتش لدي كمان. لا وحمدي طبعا قصه يعني هنا هو تقل على الكوره، تقل على الكوره. هنا انا مش انا كبسف وانا مدافع، انا ممكن اروح عشان ما اخدش الكوره في الوقت ده، لكن ابعد اللعيب اطلعه بره تركيزه. لازم ياخد كتف يطلع بره بعيد عن الكوره تماما. الكوره بقت اتجاه انا مش اتجاهه هو، لكن صح. انت ولا لمست الكوره ولا بعدت حمدي عن اللعب. صعب فوات المباراه انتهت. لكن بعد الجون ده انا واحد من الناس وانا بتفرج على المباراه خلاص ال طلع يرجع الجون في التويت ده يرجع طبعا. كيف جوميز يا كابتن؟ نعم جوميز. في انا شفته وانا يعني بذاكر في مباراه الزمالك، كان في حاجات والفرقه مكتمله بتتعمل يعني، في حاجات بتتعمل. كان فتوح طبعا ربنا ان شاء الله يخرجه من اللي هو فيه باذن الله، كان هو الباك اللي بيخش جوه في نص الملعب عشان يلعب الناس بتشتغل كويس ما بين الخطوط، في افكار جوه الملعب يعني تنفذها اللعيبه الكبيره، عبد الله السعيد ينفذها، شيكابالا ينفذها، اوباما كان ينفذها، سيف. مع الولاد الصغيرين الامور صعبه شويه يعني، برضه هو لسه طالع من مرحله الناشئين، ان انت تطلع ناشئ تقول ان هو النهارده لعيب في الدرجه الاولى وعايزه بنفس الكفاءه، الدنيا صعبه شويه. كابتن عماد احنا بنتكلم عن نادي الزمالك اللي المفروض يخش كل البطولات ياخد كل البطولات. تمام. جوميز قادر على كده؟ في الوضع اللي انا شايفه حاليا؟ لا صعب. هو ده اللي انا بقوله. يعني احنا ممكن نقول في حاجه بتتعمل لاي نادي تاني. لكن احنا بنتكلم اهلي زمالك، انت جايب مدير فني. الزمالك جايب عشان بطوله. هياخد كل البطولات. مش ياخد بطوله. يخش ياخد بطولات زيه زي الاهلي. مظبوط. فالراجل ده قادر على كده؟ انا شايف ان الكونفدراليه موضوع والباقي كله موضوع، فحضرتك هتاخد بان انت خدت بطوله الكونفدراليه فيكمل على كده. انا مش هاخد بحاجه، انا هاخد ان نادي الزمالك داخل اربع بطولات سنه بينافس عليهم. ينافس على الاربع بطولات. ايوه يعني ياخدهم. لا بعد التغييره اللي حصلت، ويمكن نادي الزمالك كان ماشي في الكونفدراليه بشكل كويس، لكن اللي بعد كده ما كانش يدي حق، بدليل ان انت ما نافستش على بطوله الدوري بعيد من بدري. النهارده بتفرط في بطوله زي بطوله الكاس،
ادائك في بعض المباريات ما كانش افضل شيء. لو مدير فني نادي الزمالك عشان ينافس على كل البطولات انا شايف انه صعب. المسافه بين الاهلي والزمالك قريبه ولا بعيده السنه دي؟ السنه دي او السنه الجايه؟ بالاستقرار اللي فيه النادي الاهلي ولا المسافه؟ لا بعيده، مسافه بعيده. اللي كان قريب السنه دي طبعا اكيد بيراميدز. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني مع الكابتن عماد. الاهلي كل الرقم كل القماشه اللي عنده دي بيعمل ابجريدنج ليها، بيعمل تغييرات اداريه وبيعدل في في في, في موقع مدير الكوره. الراجل اخد كل حاجه وبيغير وبيعدل علشان يروح نقطه ابعد. ليه فين بقى؟ كل حاجه تاني. اه يعني زي ما حضرتك كنت بتكلم من شويه على نادي الزمالك، يعني النادي الزمالك لما يخش في منافسه بينافس على كل البطولات. طب النادي الاهلي واخد اربع بطولات السنه دي او خمسه او سته، عايز برضه نفس الكلام الموسم الجديد. التغيير اللي بيحصل اكيد هي رغبه من مستر كولر، شاف ان منصب مدير الكوره. يمكن انا سمعت حضرتك في الانترو بتتكلم على النادي الاهلي وتغيير خالد بيو، ومن قبلها كان سيد عبد الحفيظ. الاثنين من ولاد النادي والاثنين ناجحين في شغلهم، لكن واضح ان مستر كولر هو اللي عايز كده. هو شايف ان المكان في مثلا في اوروبا مش موجود مدير رياضي، والمدير الرياضي ليه الناس والاستاف اللي بيشتغلوا معاه، فما فيش منصب مدير الكوره. لكن في النادي الاهلي لازم يبقى موجود مدير كوره، لان منصب مدير الكوره مهم للكوره لكولر نفسه، ومهم برضو ان هو همزه الوصل الكبيره اللي موجوده ما بين اللعيبه والجهاز الفني والاداره. نجاح النادي الاهلي هي نجاح المنظومه كابتن سيف، وحضرتك عارف كده كويس وكل الناس عارفه كده كويس، من اول طبعا مجلس الاداره لغايه الجمهور الكبير العظيم اللي ورا النادي الاهلي. ودايما البطولات بتجيب دايما النادي الاهلي يحتاج لعيبه. مفيش وقت النادي مش هيبقى مفيش احتياج للعيبه، كل الوقت النادي هيبقى محتاج للعيبه، سواء لعيبه قديمه او لعيبه جديده. هي دي سنه الحياه، ودايما عندك لعيبه جديده عشان تدخل عنصر المنافسه جوه الفرق. طب هسالك شويه اسئله سريعه كده، حضرتك قول لي رايك. النادي الاهلي يستغنى عن كهربا، يستغنى عن قفشه، يستغنى عن طاهر؟ لو البديل افضل ممكن، لكن في الوقت الحالي لا. لا يعني كهربا؟ لا. ليه؟ طاهر؟ لا برضه. قفشة؟ لا. لكن لو جاي لهم عروض واحتراف ماشي. زي ما حصل مع عبد القادر، زي يحصل مع اي لعيب تاني. لكن لو في اسباب تانية مقنعة من المدير الفني ووصلت للجنة التخطيط ووصلت لكابتن خطيب، بما ان كابتن خطيب هو المشرف على الكورة وشايف ان ده في مصلحة النادي، مليون في المية اكيد هيتعمل. الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، مين اللي يطلع فيهم اعاره؟ لو عايز تخلي حد يلعب يعني. لو هتخلي حد يلعب انا بشوف لحمزه او مصطفى. مصطفى مين فيهم؟ مصطفى مخلوف. مخلوف. هيكتسب خبرات اكتر، هيبقى عنده نسب للعب اعلى، يرجع تاني للمنافسه في النادي الاهلي. وتكسب حارس مرمى جديد وقوي للنادي الاهلي. كل المدير فني كبير؟ اكيد. البطولات هي اللي بتقول كده، الضغوط اللي اتحط فيها الفتره الاخيره بتقول كده. النادي الاهلي كان في وقت الناس حاسه ان الموضوع بعيد، بيراميدز كان ماشي بشكل كبير جدا رايح اتجاه الدوري، 14 فوز وهو هادي والدنيا ماشيه تمام، والنادي الاهلي هو اللي كان عنده الضغوط وعنده الماتشات اللي هي قريبه من بعض وضغط المباريات ومطالب ان انت تكسب عشان تعوض فارق النقط، وصولا انا بشوف ان هي المباراتين اللي كان فيها فاصل كبير لبطوله الدوري النادي الاهلي مع 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 بيراميدز. المشكله كانت في خالد بيبو والراجل ولا المكان ده والمنصب والراجل؟ لا انا بشوف ان هو المنصب مش مع خالد. انا بالعكس انا من الناس اللي طبعا بشكر بيبو على المجهود الكبير اللي اتعمل وادارته للكوره وادارته لاوضه اللبس. طبيعي ان في كل الانديه في مشاكل، لكن انا حاسس ان السنه دي برضو كانت المشاكل يعني قليله، كان معظمها نور فني، اختلاف ما بين الراجل وما بين لعيب في امور فنيه، لعيب يطلع زعلان من تغييره، لعيب ما لعبش، امور معظمها فن. لكن انا بشوف ان خالد
عمل دور على اكمل وجه، نتائج مميزه على مدار الموسم، البطولات اتحققت وخالد موجود مدير للكوره، ولكن برضو النادي الاهلي بيحب ان الامور تبقى عنده فيها استقرار افضل، فيها استقرار احسن للنادي. لما يشوف ان الوقت الحالي كولر محتاج ان بدون مدير كوره، وان سامي مصان، وانا سمعت طبعا حضرتك بتتكلم على سامي، هو فعلا سامي من الناس اللي انا بعزها جدا ويستاهل كل خير وبيعمل دوره. والناس من سنتين يا كابتن سيف وانا كنت موجود مع حضرتك هنا واتكلمت كتير على موضوع سامي، وكان في الوقت اللي كان بيتحط اسم عماد وبيتردد اسم عماد في الجزء الفني ده، وانا كنت بطلع دافع عن سامي بحكم الصداقه اللي ما بيننا، وبحكم كان انا عارفه كويس في اثناء شغله، يعني اثناء عمله. يعني يمكن النهارده الناس حست بشغل سامي مصان او بدوره جوه الفريق اللي ما كانش باين للناس بشكل كبير من سنه من سنتين، خاصه في الفتره اللي كان فيها موسيماني، لكن النهارده ظهر بشكل كبير ان سامي مصان حد قوي ليه دور مميز جدا، بيعمل دوره بهدوء، ما عندوش الضجه والزخم اللي هو الاعلامي اللي يبين الدور ده. لكن النهارده لما يتحط في المسؤوليه دي، ده ثقه كبيره من لجنه التخطيط ومن كابتن خطيب، بما انه هو المشرف على 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 الكوره في النادي، وانه طبعا كابتن خطيب هو الاسم والرمز الكبير اللي موجود في النادي، يدي ثقه كبيره لسامي ان هو يكون المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره. ده ابسط تكريم لسامي مصان في الوقت اللي فات على مجهوده اللي ما كانتش الناس وجمهور الاهلي كان شويه مش مديله حقه. يعني عايز من حضرتك فكره حصل ولا لا سريعا كده، انت هتقرا وانت تقول لي قلت ما قلتش، جمد قلبك كده ومشي الامور عادي. ماشي، نبتدي كده مع بعض نشوف ممكن ممكن تبقى هنا. ماشي، الاعرف يلا. حصل منه ولا ما حصلش؟ حصل ان حضرتك قلت كده ولا لا؟ ماشي، هو لغايه دلوقتي سهل. لا، اتفضل. لا، حضرتك اقرا وقول. انا قالوا انك رفضت خلافه خالد بيبو في الاهلي كمدير للكوره. لا، هو ما تعرضش عشان ارفض، يعني اوابل يعني. تمام، اللي بعده. نقرا تاني يا جماعه. قالوا انتهالك بسبب لا، علي صوتك يا كابتن. قلت ان انتهالك للاهلي بسبب كلمه طبعا للكابتن محمود خطيب قبل احترافك في النصر السعودي. حصل. اللي بعده. اديته وعد طبعا ان انا لو رجعت مصر هلعب في النادي الاهلي. قلت ان الاهلي اعتمد على رش الملعب بشكل زائد في مبارياته، وده سبب ضرر لك مع طلع الجيش في الموسم الماضي. لا، النادي الاهلي بيرش الملعب من ايام مانويل جوزيه، مش من وانا مدرب لطلع الجيش يعني. قالوا ان الخساره امام الاهلي كانت سبب رحيلك من المقاولين. لا، برضو مش هي سبب رحيلي من نادي المقاولين. لا، ان النادي بيفكر في الدرجه الاولى وان ممكن ما اكونش مناسب بالنسبه لنادي المقاولين في الدرجه الاولى. قلت ان تدريب الاهلي حلم كبير بالنسبه لي. حصل. قلت كده فعلا يعني. اللي بعده. اللي بعده يا جماعه، الله يكرمك. قالوا انك رفضت اكتر من مره العمل في الاهلي مع مدربين اجانب. لا، ما حصلش طبعا، لان برضو في الاساس ما تعرضش. الاسم مطروح وبيترشح، لكن ما حصلش ان في اتصال وان في ايوه او لا. طيب، الفقره اللي جايه دي حضرتك هقول لك القصه اسمها فقره الرادار. حضرتك هتقول لي لمين الرادار ورايا. مين تقول له تجاوزت السرعه؟ اهي مين تقول له تجاوزت السرعة، عديت السرعة المسموحة؟ حد حاسس ان هو ظلمني في الفترة الأخيرة. اللي هو مين؟ لا، مش هقول بقى، خلاص بقى الموضوع زي ما حضرتك أنا قلته في طب حد فين؟ من غير اسم. في نادي المقاولين. اللي بعده. مين تقول له اربط حزام الأمان؟ كولر تاني. اللي بعده. مين تقول له قدامك مطب؟ أمامك مطب. نادي الزمالك. نادي الزمالك. اللي بعده. مين حضرتك تقول له ما تلفش وترجع، ما تعملش يوتيرن؟ على وضعك. النادي الأهلي. النادي الأهلي. اللي بعده. مين تقول له لف وارجع، اعمل يوتيرن؟ لف وارجع للدوري الممتاز تاني إن شاء الله. المولي العرب. المولي العرب.
سهل ولا صعب؟ شغل والدوري المحترفين السنه الجايه صعب صعب صعب، لكن ان شاء الله يقدر يرجع. مين تقول له الزم حارتك؟ بص في ورقتك. مش عارف. الزم ورقتك. هقولها ليا انا لنفسي انا، يا ريت. هتقولها لنفسك انت. خليك في حارتك والزم ورقتك، خليك في دماغك وفي تفكيرك وفي شخصيتك وحبك للناس وحب الناس ليك. ده فضل ونعمه عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. تدي كم من 10 لسياسه اداره الكره في مصر؟ بدون دخول في تفاصيل. كم من 10؟ ولا حاجه. يعني كام؟ يعني مش ده مش ادي واحد اصلا يعني، مش زيرو. صفر؟ شرفتني ونورتني يا كابتن. الله يكرمك يا كابتن. شرف وجود حضرتك دايما. ده انا متشكر لحضرتك طبعا. ربنا يخليك. عندك مين بيلعب كوره؟ عبد الرحمن وحمزه. الاثنين وجودي في الهاندبول كان الحمد لله الثلاثه في الكرة. كله اهلي؟ ثلاثه اهلي الحمد لله. ما شاء الله ربنا يخليهم. عبد الرحمن فرقه الشباب في النادي الاهلي، وحمزه فرقه البراعم 2014 في النادي الاهلي، وجودي فرقه 2008 في الهاندبول الحمد لله في النادي الاهلي. ولاد اللعيبه مظلومين ولا مش مظلومين؟ لا مظلومين طبعا. مظلومين؟ طبعا مظلومين. عشان هم اولاد لعيبه كوره على الرغم ان عندهم موهبه، واخرهم طبعا يوسف سيد حفيظ. انا شايف عكس حضرتك تماما، ان لعيبه الكوره ابن لعيب الكوره مش مظلوم، محظوظ ان والده لعيب كوره طبعا. طيب ليه؟ عشان يبقى بياخد رصيده، الكاميرا دايما بتروح له. انت بعد كده ادائك الناس تحكم. اي لعيب يتمنى ايه؟ اي لعيب في الدنيا يتمنى ايه؟ ان المدرب يتفرج عليه، حد يبص عليه، الكاميرا تروح له. ابن لعيب الكوره دايما يقول لك ايه؟ طب ولو هو ده عماد النحاس؟ الحكم عليه بيبقى قاسي. لان بيقارن بعماد النحاس. لا فبيتحط في لود. طب استاذنك بقى، معلش انا اشرح بس حاجه بسيطه لاولاد لعيبه الكوره. اتفضل. فيهم ناس الحمد لله يعني ادت انطباع كويس وخدت فعلا من سمعه باباهم او من شهرته. لكن في لعيبه كتير ولاد لعيبه الكوره في البدايات بيتظلم ظلم بين. ليه؟ عشان هو ابن لعيب كوره. علشان هو تحت يعني. طبعا. وعلشان لو هو عنده مستوى ولعيب تاني عنده مستوى قريب منه، الطبيعي الناس تبقى فاكره، بيخافوا من فكره ان انت انت بي بي انت بتعمل ابوه عشان صاحبك. دي قصه ثانيه. ما هو ده اللي بيحصل، وده اللي انا عشته فتره 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 كبيره. لكن مع زي ما حضرتك بتقول، مع الموهبه ومع ادائه، لا الامور الحمد لله بتتغير. انا عشت كده مع عبد الرحمن. وهو الحمد لله النهارده بفضل ربنا سبحانه وتعالى موجود في في في, في النادي الاهلي. لما اتغير كمان البوزيشن بتاعه من راس حرب او جناح بقى مدافع، ومدافع اشول اللي هو كل الناس الحمد لله بتتكلم عن المدافع اللي بيلعب برجليه الشمال. الحمد لله بيتحسن وبيتطور، والفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم لقطاع الناشئين في النادي الاهلي والمدربين اللي موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن. انا بشكرك يا كابتن. شرف وجود حضرتك دايما، ربنا يخليهم لك يا رب. الله يكرمك. اللهم امين. خلصنا حلقتنا النهارده، حلقتنا النهارده بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بتشرف دايما بوجود كابتن عماد النحاس معانا. كل التوفيق ليه والمولين العرب في العوده ان شاء الله باذن الله للدوري الممتاز. اشوف حضراتكم على الف خير.